أعلنت مجموعة لومية تونسية عن إنشاء مصنع جديد لها في المغرب متخصص في إنتاج الكابلات الصناعية. وقررت المجموعة التونسية الشهيرة التي تعتبر أكبر شركة في تونس ويديرها رجل الأعمال فوزي اللومي استثمار حوالي 27 مليون درهم في المصنع الجديد الذي سيكون بمدينة طنجة. ومن المنتظر أن يوظف المشروع الجديد حسب القائمين عليه أكثر من 400 شخص في المرحلة الأولى، علما أن المجموعة متخصصة في صناعة معدات السيارات والكابلات الصناعية ورقم معاملاتها يفوق 900 مليون يورو.